زيادة طفيفة على الخطوط الطويلة على ألا تتجاوز زيادة 25%. وقال الخضر إن الولاية تعمل على منح الحافلات حافزا نقديا يغطي الفجوة. وصل إلى جوبا أمس وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. وقال إبراهيم للصحفيين أنه سيلتقي خلال زيارته بكبار المسؤولين في دولة جنوب السودان، وذلك لبحث إمكانية إنزال نتائج زيارة سلفا كير الأخيرة للسودان، خاصة ما يلي الترتيبات الأمنية وفتح المعابر وتفعيل الحريات الأربعة. وكانت اللجنة الفنية قد اتفقت على عدة نقاط تتعلق بحركة مواطني دولة جنوب السودان وتنقلهم وإقامتهم وعملهم. رياضيا، تنطلق اليوم مباريات الاسبوع السادس لبطولة الدوري السوداني الممتاز بخمس مواجهات. فعلى ملعب استاد الخرطوم يستضيف الاهلي الخرطوم الهلال ومدرمان، كما يستضيف مريخ الفاشر الخرطوم الوطني، فيما يشهد استاد عطبرة ديربي المدينة بين الامل والاهلي بمدينة رماد مدني. ايضا يحل الهلال كدوري ضيفا على الاتحاد، قد الخرطوم يستضيف النسور المتديل النيل الحصحيصة الذي يقاسمه ذات الرصيد. نهاية هذا الموجز الإخباري، بإمكانكم الحصول على المزيد من المعلومات والأخبار والتفاصيل أوفى عبر موقع الشروق. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.